حكم وأمثال آشورية. للعصا العوجاء ظل أعوج. إذا خرجت تصطاد الطيور بدون شبكة فلن تصيد شيئاً. العدو الشجاع أفضل من الصديق الجبان. تدخل الذبابة في الفم المفتوح. الكلب يفهم خذها ولا يفهم دعها. لا تفعل شرا فلن يتملكك حزن دائم. رفعت الرمل وحملت الملح فلم أجد شيئا أثقل من الدين. إنه خير لك أن يضربك العاقل فيوجعك من يغدق عليك الجاهل ويعطرك. إن اليد التي شبعت بعد جود لا تجود. لا تركض وراء صاحبك ولا تجعله يشبع منك فيبغضك. إن الرجل الذي لا يهتم لملبسه لا يهتم لحديثه، ومن طيب ملبسك طيب حديثك. الأفعال تتكلم بصوت أعلى من الكلام. اليد الطاهرة ليست بحاجة إلى الغسيل. العادة في الصغر تتحول إلى طبيعة في الكبر. علم ابنك الأدب وهو لا يزال طفلاً قبل أن يكبر ويفوقك قوة فيتمرد عليك وتخجل من كل أعماله السوء. يا بني، امتحن ابنك أولاً بالخبز والماء قبل أن تسلم إليه كل ما تملك. كن حذراً من الكلب الساكت والمياه الساكنة. التجربة بدون علم أفضل من العلم بدون تجربة. إذا زرعت هواء حصدت عاصفة. الأكاليل لا تناسب كل رأس. الصديق الحقيقي يعرف وقت الضيق. من يتباهى بعلمه إنما يكشف عن جهله. الكلمة الطيبة تشفي كل جراح. الصحة أثمن من الثروة. المال مثل الطير لا يعرف موطنا ثابتا. العمل ملح الحياة. الموت لا موعد له. الزوجة المبدرة في البيت أشد ضررا من جميع الشياطين. لا تزني بامرأة صاحبك لئلا يزني آخرون بامرأتك. لا تخاصم وجانب القوم الذين يتخاصمون فإن الخصام مهلكة.